ادعي بدعاء النبي لتفريج الكرب والهم والقضاء الحوائج لا اله الا انت الحليم الكريم لا اله الا انت رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيم من كل بر والسلام من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين